ايش حكايتك مع الفيناليات؟ حضرتهم بصفة خاصة؟ لا والله لا، انا في الماتشات فكرني بيدرو تاع برشلونة، كل فينالي ملك. والله العظيم الماتشات الكبار دي نحبهم، انا ماذا بيا ريت نلعب في تونس، ماذا بيا معناها نلعب فيهم ماتشات. ابون اخويا ما عادش لعبوك معناها؟ لا مش حكاية ما عادش لعبوك، انا معناها نحب ماتشات الكبار، حتى راه في السعودية توا راه ماذا بيا نلعب مع الاتحاد والهلال والنصر والاهلي. بونتويت الفينال نتاع الكوب كوبراب والشامبيونز ليغ في الوقت كانوا اي صحيح في 46 و46 وفي 50 الثاني. وذيك تحب تلعب كانت دقيقه ذيك ولا لا؟ كيف لا لا، البخوخ اللي عاملوا في دقائق هذيك. اسمع بيه طير يا بقير طير، هذيك قد سمعتها المره نتاع عصام الشوالي ولا مرتين؟ كهو سمعتها في التليفون، تفرجت فيها مرتين. وفي الشيء في الشيء العباز العبيد وانت مشي طاير بيك في بليره، هذيك اكثر وحدين معناها نتقابل معاهم المصريين، جمهور رد الزمالك. والله العظيم في السعودية لعبنا ماتش في جدة ولا في الرياض. أنا قاعد في الشامبر كلموني ريسبسيون لوتا، قالوا لي راهو هبط لوتا، فما واحد غير حشتو بيك حشبيك تونسي. قلت لهم قولي راهي لا ماش تونسي، ما أنا منين، ما غادي هادي غاد فلبيين وهنود فهم. قلت لهم ما أنا منين، قالوا لي هبط هبطنا. اليوم واحد مصري واحد مصري من الزمالك، لابس منور الزمالك والله جاي طاير بيك جاي. قال لي اخويا غير سمعت بيك في الوتيل هذا، جاي باش نعمل معاك تصوير اخويا باش نهبطها جمهور الاهلي. تصور انت العباد معنا باش ريفاليتي كبيره بيناتهم، سيرتو الاهلي والزمالك مش عاديين، رفاهية شعبيه كبيره ولات في مصر. لا سيرتو جمهور الزمالك معناها تشوف المساجات اللي بعثوا لي فيهم، انا ونتقابل معاهم في السعوديه غادي. لا مخك كيخ صار فما كونتاكت في بريود مع الزمالك. اي لا مستحيل انا مستحيل نلعب في جمعيه معنا اخرى في لافريت عندها حتى واحد غبل 100 باش تلعب معنا ضد اسبرونس معناها سيرتو معناها في الشامبيونز ليغ باش يلعبوا معناها. تصور انت معناها السوبر كوب اللي في فيفري باش يلعبوه ولا وقتاش يلعبوه، نلعب انا مع الزمالك ضد اسبرونس معناها له دفجه. لا محبه العباد اللي حبوه لي في اسبرونس خليتني معناها نعمل هيك. معناها تصور انت سوبر كوب نلعب ضد اسبرونس مستحيل. بي ساعات خلينا نكونوا بي واقعيين، فما برشا لاعبين يقولوا الكلام هذا وبعد يعمل العكس، خاطر يقول لك الفلوس هي كل شيء، كوره واحتراف قيدوها عليك هذه. انا خويا قايدها اجبدها وقت اللي تحب انت. انا ديجا قلتها 200 الف مره، نلعب في اسبرونسيا في تطوين جامعه الام ونلعب وراني اللي كان وصلت نلعب في تطوير، راني نلعب في تطوير من غير فلوس حتى جابس ماتش ها. وزاد الصوت نتاعي غير مسجل عندكم وخرجوا لي، معناتها تشوفني نهار اخر نلعب في جمعيه اخرى حتى ستايدا ماتش. بون غير ستايدا باش لا باش نعطيو لكل واحد حقهم، بالعكس معناها هي اللي وقفت معايا اكثر من التطوير معناها في صغري، لكن انا معناها نحب التطوير اكثر غير جمعيه نحبها معناها التطوير. معناها في تونس تلعب كان في اسبيرونس ولا تطوير؟ في اسبيرونس في التطوير حتى جمعيه اخرى مستحيل. دي مثبت هاو هاني اخويا هاني معاك مسجل اخويا، هذه حطوها على جنب كان نهار نلعب انا في واحده من زوج جامعات هذوما عملوا يتحب. ما شوفوكش في مريو الكلوب اللي توار مستحيل مع كل معنا مع كل احتراماتي، معنا انا ماشي اليوم باش نجي باش نحكي على الفريقي معنا لعبت كل يعرفوها وجمهورها يعرفوها، وديجا من اقوى اللي حبيت نوصله اللي معناها الاكثر معناها زوج جمعيات في تونس جماهيريا معناها الترجي والفريق. مش باش نجي انا باش نقول لا والفريق انا كل حاجه في بلاصتها. انا لعبت في الاسبرونس ما عادش نلعب في الجمعيه اخرى. انا قلت كيف الاسبرونس في جمعيه الام.